انا ليلى وكبنت كل شهر بمر بنفس المواقف. اوكي سو شو عايزه؟ عايزه pads وشو كمان؟ اخ اللي عم بحاسب رجال خلص بجيبهم من محل تاني. ليلى بدي شيء من السوبر ماركت؟ What's wrong? I'm on my period. Okay, تخبيهم منيح بالجيبة أحسن ما حدا يشوفهم. Hey. Hey. Come swim with us. Ugh, I can't. I have just a lot to do. ليه؟ ليه بنعتبر الدورة الشهرية شي عيب؟ على فكرة لما اقترحت فكرة هيدا الفيديو على مام قلت لي نفس الشي. ليلى معقول راسك؟ اكيد لا عيب. وبهيدي اللحظة قررت لازم اعمل هيك فيديو. بتقلكن ليه؟ الدورة الشهرية كتير اشياء مزعجة مقلمة بس منا شغلة محرجة. اغلبية البنات من صغرهم بيتعلموا انه الدورة شغلة ما لازم نحكي عنها. عيب، البنات ما بيحكوا عن هيك اشياء، لازم نخفي اي اثر خاصه بالدوره. واكيد هول الافكار من صغرنا حيخلونا نحس انه هيدا الشيء محرج، وهو منه محرج ابدا. بالعكس الدوره شيء طبيعي، بلاها كيف بدنا نجيب اولاد؟ صح شباب؟ من وين فاكرين جيتوا ليه؟ يمكن هيدا الموضوع ما كتير بياثر على حياتنا اليوميه، بس في عالم بمناطق مثل السودان اللي بيعزلوا البنت كليا عن المجتمع لما يكون عندها دورة. بتصير البنت تضطر تقفي كتير ايام من المدرسة ومرات بيوقفوا يروحوا على المدرسة كليا. بمجتمعنا يمكن ما منشوف هيدا الشيء، بس هول الاشياء بيبلشوا بمفاهيم غلط اللي نحنا بعدنا عندنا منهم. ما عم بطلب منكن انه بيوم وليلة تصيروا تبطلوا تخجلوا من الدورة، بس عم بطلب منكن تاخدوا خطوة تتبطل شي عيب. المرة الجاي لما تلاقوا حالكم خجلانين من الدورة او عم تمروا باي سيناريو فرجيتكم اياه، تذكروا هالفيديو وتذكروا انه كلنا صرنا عم نجرب نخلي هيدا الشي يكون عادي. واحسن طريقة نخلي هالموضوع يصير عادي هي نحكي عن الموضوع كأنه عادي، ما نسكت حالنا او نوطي صوتنا او نخبي شي خاصه بالدورة. بتصيروا انتو عم تأثروا على العالم حواليكم بمجرد تغيير نظرتكم للموضوع. طريقة تانية فيكن تأثروا على العالم هي تستعملوا هاشتاج I choose to see اللي بتعني اختار ان ارى. فيكن تستعملوا هيدا الهاشتاج على كل السوشيال ميديا وتشاركونا افكاركن. انا حاكتب هيدا الهاشتاج على تويتر وانستغرام تشوف انتو شو كاتبين تا كلنا ننضم للحديث. اذا بتعرفوا قناتي على اليوتيوب بتعرفوا انه انا دايما بحكيكن عن كيف تحبوا جسمكن وتحبوا نفسكن من ناحية الشكل، بس كيف فينا عن جد نحب حالنا إذا ما منحب جسمنا من برا ومن جوا؟ وبس تريح لكم بالكم، مام آخر شي اقتنعت وشجعتني أعمل هالفيديو. أوكي، ما تنسوا تعملوا لايك على الفيديو واشتراك بالقناة إذا بعدكم ما اشتركتوا، وبحبكم وبشوفكم بالفيديو الجاي. بيس. تخيلوا مام هلا بتشوف الفيديو ليلى بتطلع الصرخة.